طالت غيبتك يا عزوز، وما كناش لاقيين طريقة نتصل بيك ونطمن عليك، لغاية ما عثرت صدفة في تاجر طلياني يقرب للسينيورة سيلفانا، وعرفت منه انه مسافر على يافا. اديته اسمك وقلت له انك مناسب عيلة ابو جياب في يافا، وكلفته يوصل الجواب ده لأي حد فيهم ومنه ليك. احنا هنا بخير والكل بيهدوك السلام. اخبارك انت ايه؟ كان المفروض تجيب زوجتك الفلسطينية وابنك وبنتك وتيجوا على اسكندرية، اتأخرت والحرب حجزتك. طيب عامل ايه في الحرب؟ الجيوش العربية اللي دخلت فلسطين اخبارها ما تسرش. تعرف ان فتح مرسال وصلاح عرفة خدوا الشيخ عبد الفتاح وراحوا اتطوعوا في كتيبة ضابط مصري اسمه احمد عبد العزيز، استقال من الجيش وعبر الحدود لفلسطين علشان يجاهد ضد الصهاينة. يا بختهم يا بختهم. اكتب لي يا عزوز، الخواجة الطلياني اللي وصل الجواب ده هيرد على اسكندرية زي ما قال في بحر شهر، او ابعت في البوسطة او بأي طريقة، عايزين نطمن عليك يا جدع. ولا لك شوبك يا عم عزوز، التنجرة عم تنحرق يا عمي. يا نهار مش فايت، اتلهيت في الجواب ونسيت. لا تاكل الهم يا عمي، عنا كسرتين خبز وجبن نابلسي وعنا زعتر كمان. لكن قلي لك شو فيها رسالة مقدرك بهالقد يا عمي؟ فيها كتير يا غسان. المهم قلي، الشباب اتأخروا ليه؟ الحالة بيافة مثل ما بتعرف، أكيد ما قدروا يدبروا حالهم هون عمي. الوقت بيجري يا ابني، الوقت بيجري والخطر بيزيد. إيه بعرف بعرف، لكنه مرتك والأولاد بالأمان ببيت الدجاني، وأول سليم أبو العز ما بيأمن السيارة بيطلع بيهم من يافة ويجي لهون، تاخدهم وترحلوا إن شاء الله يا عمي. يعني مش هنرحل يا غسان، يعني حاخد بسمة والأولاد هنوصلهم لخان يونس، وحنركبهم القطر اللي يوصلهم لاسكندريه، وانا هستنى هنا، هرجع، مهمتي لسه ما انتهتش. وكيف بدها تنتهي؟ وكيف بدها تنتهي يا عمي وفلسطين عم بتضيع شوي شوي وما حدا بيتحرك غيرنا يا عم؟ ليه يا غسان؟ العرب كلهم معاكم. عرب؟ وين هون العرب يا عمي؟ ايه؟ امال الجيوش اللي بتحارب اليهود دول ايه؟ مش عرب؟ واللي اتطوعوا برا الجيوش النظاميه. ايه قصدك احمد عبد العزيز هاي؟ لكنها سمعت عنه. ايه اخباره بفلسطين كلها، لكن شو بدي يسوي هو وكل الرجال اللي معاه؟ هدول ما بيقدروا يقرروا مصير الحرب، هدول اللي عم يتحرقوا بنار هاي عمي. فاهمك يا غسان، فاهمك، بس الصبر. طيب المهم دلوقتي عاوزك تعرف من الشباب بتوعكم ازاي نقدروا نوصلوا لاحمد عبد العزيز وجماعته. سامع صوت سياره، بركي يكون وصلوا. يعني الراجل الطلياني رجع فعلا من فلسطين؟ بقاله اكتر من اسبوعين، بس ما فاتش عليا الا امبارح في المطبعه. وما جابش رد من عزوز؟ هو ما يعرفش عزوز ولا شافه، ده يا دوب وصل الجواب لواحد من جماعه ابو جياب نسايب عزوز، والراجل ده بلغه انه وصل الجواب لجماعة عزوز، وبعدها الصهاينة دخلوا يافا وطردوا اهلها. لا حول الله يا رب. وبعدين يا ابراهيم؟ وبعدين ايه يا نعيمة؟ المفروض زي احنا مفضلنا ندور ونفكر لغاية ما لقينا طريقة نتصل بيه ونبعت له، هو كمان يحاول يبعت لنا ويبلغنا اخباره. دي حرب يا توكي وانت مش عارف ظروف، اوعى تكون كتبت له في الجواب ان الطف ولادها رجع. فكرت فيها كويس قوي يا ام فتحي، ورسيت على ان احنا مش لازم نبلغه، ما يبقاش هو في ظروف الحرب ونيجي احنا كمان ونزود همه. عداك العيب، هو ده عين العيب. بالمناسبه قولي لي الطاف عامله ايه؟ الله يكون في عونها، حملها تقيل. اديني بنعمل اللي قدرني عليه ربنا، وهي كمان مش ساكته بتدور على شغل، ويمكن كمان. يمكن ايه يا ام فتحي؟ تشتغل فراشة في مدرسة زي ما أنا سمعت، مرات عزوز أبو شامة، دي تبقى عيبة في وشنا كلنا، ونبقى ما قدرناش نصون
اهل الراجل في غيبته صح؟ ربك يسهل. طيب ايه مالك اي منطور كده ليه؟ النهارده الحد والمطبعه قفل. عندي مشوار لحد محرم بيه. بس ما قلتليش يا نعيمه مفيش اخبار من فتحي؟ ابدا، من ساعه الجواب الاخراني اللي بعته مع صلاح لا حس ولا خبر. ما تقلقيش، اكيد ما هماش لاقيين حد ينزل بجوابات تاني. ده حتى لولا وفاه والد صلاح واضطراره يرجع ما كانش حتى الجواب ده وصل. بتعيط يا ألفت؟ وحشني قوي يوم. ما هو وحشنا اكتر منك يا بت، بس فتحي واللي زيه لما يبعدوا بنبقى عارفين هما بعاد ليه وبيعملوا ايه ونفرحهم ما نعيطوش. ايوه يا اما، بس غربته. ما هو مش متغرب يا ألفت، ده عند اهله برضو. الفلسطينيين دول عرب، يعني اخواتنا الشهر. عارفة يوم، أنا مش بنعيط عشان زعلان عليك فل الشر، لا ده عياط حنية يوم، ومش اسمه كده برضو. أيوة يا غالي اسمه كده، الحنية. الحنية بنت الغلاوة، وكلكم غاليين. كلنا؟ تقصد يعني وفتحي؟ انتي وفتحي وكل الورد اللي فتح بدري ولسه الندى بينقط على خدوده. ايه ده يوم، انتي بتقولي شعر؟ هو ده يبقى شعر يا حلاوة؟ والنبي ما كنت نخرب. طب ما دام الحكاية كده يما، مش كان يصح يعني نعزف ابو صلاح؟ ايوه النبي صحيح، كان واجب برضو، بس يعني أني ما نعرفلوش طريق نروح له فيه. أني سمعت فتحي بيقول إن أهله في كفر الزيات. يعني نروح له كفر الزيات وماله؟ بس يعني كفر الزيات دي بلد كبيرة، هننزله في المحطة وندلله ونسأله على بيت المرحومة أبو صلاح. نقولك حاجة يما، إحنا نسأله في بيت خاله عند الست عايدة، فاكرها؟ أني بقى نقولك حاجة أحسن، إحنا نروح نعزه في بيت خاله. إيوة يما، بس بس ايه تاني؟ صلاح مش في بيت خاله، تلاقيه في البلد. يعني لازم نعزوه بذات نفسه؟ مش هو اللي يهمنا؟ قصدي يعني مش هو اللي نعرفه؟ ايوه يا حضرة الأبوكاتو، هو اللي نعرفه. ونسألكم الفاتحة. اظن كده احنا ما نسيناش حد في الناحية يا صلاح. كتر خيرك يا خالي. حاليا يا دكتور، انا كان ودي اقعد معاكم اكتر من كده، لكن زي ما انتوا عارفين وانت بالذات عارف، انا ورايا في اسكندريه مشغولات كتيره قوي ملهاش اول ولا اخر. عارف يا خالي، اتفضل حضرتك بالسلامه واحنا هنبقى كويسين باذن الله. ان شاء الله باذن الله. منيرة يا اختي، انا كنت عايزك في كلمتين كده على انفراد قبل ما امشي. حاضر يا اخويا، اتفضل في اوضه الجلوس. اتفضلي، على اذنكم يا ولاد. وانت يا ابي مش هتروح كليتك بقى؟ كل شيء بقى وانا كريمه. منيره يا اختي، انا عندي اقتراح كده، ارجو انك تسمعيه تفكري فيه وتقولي لي رايك. اني ماليش راي يا استاذ محمد، اللي حضرتك تشوف. والله اللي انا اشوف انك خلاص، يعني ما تاخذنيش، مالكيش قاعد هنا في كفر الزيات، تقعد لمين وليه؟ فبقول تصفي اي متعلقات بالنسبه للمرحوم، تيجي انتوا الاولاد تعيشوا معايا في اسكندريه. انا ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه هدبر لكم شقه كويسه جدا، تبقوا جنبي اقدر ارعيكم واشوف طلباتكم. ربنا ما يحرمناش منك يا اخو، ما احنا خلاص ما عاد لناش غيرك. تقوليش كده بقى منيرة، انت ست منيرة موحدة بالله، ده قضاء الله، هنقول ايه بقى؟ ثم ازاي بتقولي كده؟ انت اختي الوحيدة، ماليش غيرك، ولادك هما ولادي. ثم انت عارف انا يعني ربنا ما شاءش ان يبقى لي ذرية، يعني ربنا يرزقك يا اخويا ويعوض عليك. الحمد لله استجاب لدعائك قبل ما تدعي، ما
ما هو صلاح واخوات ويبقوا ولادي زي ما هم اولادك، مش كده ولا ايه؟ تحمليش هم. هقول لك ايه يا استاذ، داني لو قعدت ادعي لك ليل ونهار العمر كله برضه مش هيكفي. يا ستي انا كفيني دعوه واحده في اليوم. ف بقول يعني المبلغ ده خليه معاكي كده لغايه يعني فلوس. فلوس ايه يا استاذ؟ ما كفايه يا اخويا، كفايه اللي دفعته في الخارجه وفي الميتم. ما تحملش همنا يا استاذ محمد، المرحوم كان فايت لنا قرشين مستوره والحمد لله. ايوه بس انا مش غريبه يا منيره، انا عارف البير وغطاه. فلوس اللي سابها المرحوم هو كان مخليها عشان جواز كريمه، دول مفيش ايد هتتمد عليه. فين احنا وجواز كريمه فين؟ وقتها يفرجها ربنا. هي المشكله دلوقتي يا استاذ محمد في العلام والمعيشه. دي مسؤوليتي انا يا منيره، مش هقول لك كل شويه واكرر وعيد ان دول اولادي، انا مسؤول عنهم مسؤوليه كامله. بس الدكتور صلاح مش هيوافق. دكتور صلاح ايه؟ ما انت عارف يا استاذ محمد هو نفسه عزيزه قد ايه. ده مصمم يسيب كليه الطب ويشتغل بالبكالوريا. ده تخريف وكلام عيال. بالعكس يا خالي، ده كلام العقل والمسؤوليه. انا كان نفسي طبعا اتخرج من الطب وابقى دكتور، لكن الظروف اتغيرت وحضرتك عارف. معاش والدي مبلغ صغير، مرتبه اصلا ما كانش مكفي لولا القرشين اللي كانوا بيطلعوا من مباشرته ارض حضرتك. اسمع اسمع يا ابني، والدك الله يرحمه كان حلم حياته يشوفك دكتور، دي كمان رغبه الست والدتك، بتهالي وفاء لذكرى الوالد واحتراما لرغبه الوالده. تكمل دراستك يا اخي، وبالنسبه لمساله التكاليف والفلوس والمصاريف ما تحملش هم، سيبها عندي يعني. كتر خير حضرتك، بس ما دمت انا قادر اشيل مسؤوليتي ومسؤوليه امي واخواتي. انت مش هتشيل حاجه، انت مش قد المسؤوليه. تعرف لولا جو الحزن ووفاه الوالد كان يبقى لي معاك حساب كبير قوي. وفاه والدي ما تمنعش اي حساب يا خالي، وانا مستعد. كده عظيم، عظيم قوي. لو انت عندك احساس حقيقي بالمسؤوليه ما كنتش سبت الدراسه وضيعت عليك السنه وجريت مع العيال بتوع الهوجه اللي راحوا فلسطين قال يعملوا جهاد ضد الصهاينه من غير ما تقول لي. هتاخد رايي يا اخي بلاش. انا والدك الله يرحمه ما قلتلوش، الراجل لما عرف الصدم عيه رقد ما قامش. ما تنطق، ما كفاكش اللي عملته وسبت بيت خالك ضربت كلامي عرض الحيطه وجريت مع العيال بتوع الزنانير عشان تخطفوا الانجليز وكنت هتروح في داهيه، مش كده؟ ما عملتش ده الا بدافع وطني، احساس بواجبي ناحيه بلدي. كلمني في الحاجات دي كتير قوي. واجبك تتخرج تبقى دكتور تنفع نفسك تنفع بلدك. شوف انا قلت لمنير اختي هتيجي تقعد معايا هي والولاد في اسكندريه بتاعت رعايتي، مسؤول عنهم اشوف طلباتهم، وانت هتيجي معاهم ومش هتسافر فلسطين، هتلتفت لدراستك عشان تبقى دكتور، فاهم؟ ده اخر كلام. وليه ده كله يا محمد؟ ما هم قاعدين في بلدهم مستريحين، وانت ممكن تسال عليهم كل شويه وتبعت لهم اي مساعده يحتاجوها. الكلام ده لو عايز ست خانه او قبر ذمه. طبعا ده مش غرض يا هانم، منيرة هتبقى أختي الوحيدة والمرحوم ساب لها بنتين في سن خطر وطفل صغير. صلاح أفندي لا يعتمد عليه، ودي مسؤولية أنا لا يمكن أتخلى عنها. ومين قال لك إنك هتتخلى؟ أنت هتعمل الواجب اللي عليك وزيادة شوية. برضه مش مسألة واجب يا هانم، أنا عايزهم يعني يتربوا تحت عينيا وأنا أشوفهم وأراعيهم، دي رغبتي بقى. على كيفك. بس احب افهمك بقى ان الفيلا ما فيهاش مكان للقرطه دي كلها. طمني يا هانم، انا ما فكرتش لحظه واحده تجيب اختي ولادي يعيشوا بالسرايا بتاعت بنت حضرتك، هجرهم شقه في ارقى احياء اسكندريه عشان يعيشوا فيها. خلاص بقى يا محمد ما تتنرفش، انا ما قصدتش. لا قصدت يا هانم، ولا ما كنتش قلتي قرطه والكلام الفارغ ده؟ خلاص بقى يا محمد ما تعملهاش حكايه. لا حكايه ولا روايه، ده شيء مش لطيف ابدا. استنى محمد، يا محمد استنى. استنى يا محمد، يا محمد ما يصحش تسيبني.
انا عايزه اكون لوحدي. انت بتصلبك يا محمد. اتاخرتي كده ليه يا عايده؟ في ايه يا ماما؟ شويه وهحصلك. حسان سكينه. ايوه يا هاني. حسان لسه في المستشفى يا هاني. طيب مفيش بوستة جاتلي؟ لا، لكن التلفون ما بطلش طول النهار. هو برضو؟ ايوه، وكل مره نرد يشتمني ويقول لي كلام جارح قوي يا هاني. معلش يا سكينه، لما انكل محمد يبقى فاضي اندهيلي، انا هطلع غير هدومي. خلاص يا محمد، كلمه وطلعت على لساني، ما غلطتش في البخاري. وانا قبلت اعتذارك، خلصنا. يا محمد انت من ساعه ما رجعت من البلد وانت حالك متغير. طبعا لازم يبقى حالي متغير بعد السفريه كلها غم ونكد وميتم. البقيه في حياتك الحمد لله ان انت افتكرتي. يا محمد انت جالك الخبر وانت في المكتب وطلعت من بره بره على البلد، ومن ساعتها ما شفتكش الا دلوقتي. كويس قوي بقى انك فتحت الموضوع. موضوع ايه؟ موضوع السفر والعزاء، موضوع الاصول. يا بنت الاصول، المفروض اول ما عرفت الخبر من مكتبي تحصليني على البلد، تعز اختي تاخدي بخاطر اولادها. يا محمد انا ما بفهمش في الحاجات دي، عمري ما روحت الفلاحين ولا اعرف بيعملوا ايه. يعني ايه هيعملوا ايه يعني؟ دي كمان فيها ولاد فلاحين وولاد بندر. العزاء واحد في كل مكان، تقاليد العزاء هي كلها في كل مكان واحده. بصراحه يا محمد انا خفت. خفتي؟ خفتي من ايه؟ قالوا لك الناس في البلد بيعدوا الستات ولاد الزوات البيض الملظلظين. ارجوك بلاش تريقه، انا اللي اعرفه ان الستات لما بيجاملوا بيعملوا حاجات كده انا ما بعرفش اعملها. حاجات زي ايه كده فاهميني؟ يعني الستات لما يروحوا يتجاملوا في فرح بيزغرطوا، ولما يروحوا ميتم بيصوتوا ويلطموا. وحاجه كده قالت لي عليها سكينه، بيشللوا. ايه يشللوا؟ هم يضحك وهم يبكي، اسمها يشلشلوا يا هانم. هي فيها الشين وخلاص، وانا ما بفهمش في الحاجات دي. اولا الحاجات دي غير صحيحه، انها مش موجوده غير عند اهل الحواري. ثم عايز اقول لك حاجه، تقاليد العازة والفرح واحده عند الفلاحين وعند اهل البنادر. والاهم من كده يا هانم، لو ما كنتش حضرتك تعزيني في جوز اختي هتعزيني في مين؟ خلاص يا محمد، هكلم منيره في التليفون واعزيها. ما ينفعش عزا بالتليفون، ما ينفعش، لازم تسافري بنفسك وتعزيها بنفسك. معاه حق يا ماما، دي اخته، ولما جوزها يموت المفروض ان اخوها ومرات اخوها اول ناس يبقوا واقفين جنبها. غلطنا وعرفنا غلطتنا، ايه المشكله دلوقتي السفر لك كفر الزيات عشان اعزيها؟ برضو واجب. انت كمان هتقولي لي واجب؟ بص يا ماما، الطريق من هنا لهناك بالاوتوموبيل حوالي ساعة ونص، وتعزي نص ساعة، يعني الموضوع كله على بعضه حوالي 4 ساعات. لا مش رايحة. طب أقول لك إيه رأيك لو أنا جيت معاكي؟ خلاص إذا كان كده أنا موافقة، بس طبعا نروح بكرة بقى، النهاردة ما ينفعش. طبعا كنت هموت من الجوع، هقوم بقى أخد حمام وأغير هدومي. أنت خارجة تاني؟ عندي ميعاد مع سلفانا. باردون يا عايدة هانم، حضرته على التلفون. أوكي. قولي لي يا سكينه، هي الواحده لما تروح تعزي لازم تلبس اسود؟ مفيش حاجه اتغيرت، موقفي زي ما هو، وكل اللي انت بتعمله ده مفيش منه فايده. بقول لك ايه، ما تحاول تقطع الصفحه دي من حياتك للابد زي ما انا قطعتها. انت جنسك ايه بني ادم انت؟ مره تتذلل ومره تتفرعن. ايه بقول لك ايه، اوعى تدور اسطوانه الحب دي تاني. انت حر في نفسك، انا لا حبيتك ولا بحبك ولا حتى طايق اسمع صوتك، فاهم؟ عنك انت يا عايده. شوف يا ولد اللي انت اسمك ابو ليلى، انا سايب عايده اتصرف معاك بنفسها، ده بناء على طلبها. لكن اعرف بقى، يوم ما تديني جرين لايت اقسم بالله هخليك تشوف اللي عمرك ما شفته، تندم على اليوم اللي انت اتولدت فيه يا ابو ليلى. يا
ضحكتني يا شيخ. الله يحفظك يا راجل. خلي القعقعه الكذابه دي للانتخابات، لما تقف وسط الناس وتمايس عليهم بكلامك لقرع. والنبي انت منفوخ على الفاضي، وديتك شك الدبوس تفرقع. اسمع، انا اللي بننذرك ابعد نهائي عنه، عن مراتي. مش مسموح لاي حد يتدخل بينا. طب اسمع اسمع، بالمره بقى بلغها الرساله دي، لو اي طرف ثالث حاول يتدخل او يتحشر بينا هيخليني نعنب، والمساله هتتعقد اكتر واكتر وهنعنب. انا بنقول لك اهو، مع السلامه يا اخويا. ولا شحته، جيب لي واحد شاي. الو، اهلا. مساك فل يا مصطفى بيه. تصدق بيه وحياتك عندي لسه بنسال نفسي ونقول هو صاحب السعاده ناسيني ليه؟ نعم يا سلام، مسافه السكه. كويس، انت جيت بسرعه فعلا. واني نقدر نتاخر عنك يا مصطفى بيه. من ناحيه التاخير انت اتاخرت، مش اتاخرت بس، اتاخرت كتير قوي. ازاي بس يا صاحب السعاده؟ داني فاكرني يا ابو ليلى؟ خمه كروديا برياله؟ العفو مصطفى بيه، معاش اللي يقول عليك كده. انت اللي بتقول عليا كده، انت اللي بتقول. بس في سرك بينك وبين نفسك، فين الفلوس يا ابو ليلى؟ فلوس؟ فلوس يا مصطفى بيه؟ فلوس ايه؟ فلوس البضاعه اللي بقيت لك بيها مخزن في حجر النواتيه. ما انت عارف المخزن اتسرق. اتسرق. ما اصل حراميه متدبقينك ماشيين وراك قارين فتحتك يا راجل. في الاول شحنه الكاوتش، بعد كده رساله الورق، بعد كده نط المخلفات، ودلوقتي حمول الثلاث كاميونات بقاله. اعمل ايه بس يا مصطفى بيه؟ نصيبي كده، اني ارشل، بخت وحش. ارشل؟ انت عارف انت قصصني في كام من السنه اللي فاتت لغايه دلوقتي؟ في 3000 جنيه. يعني راس مال تاجر الف كبير. بس اوعى تكون فاكر انك ضحكت عليا. انا فاهمك في الاول وعارف انك نصاب، حتى من قبل ما يجيبوا قرارك لعايده ويعرفوها ثوابك انا عارف عنك كل حاجه، حتى الشله اللي بتلعب معاها قمار، والبت البطاله بتاعت كوم بكير اللي كنت بتاكل من وراها. بس 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 لحد كده حلو. ولما انت عينيك بسم الله ما شاء الله مفنجله كده ومفتحه عليا، كنت بتطولني البضاعة ليه يا أخويا؟ عشان خاطرها هي، لأنها اختارت إنها تتجوزك. أنت أصلك ما تعرفش عايدة دي بالنسبة لي ما كانتش مراتي وبس. عايدة كانت بنتي. أنا كنت مسؤول عنها مسؤولية كاملة. تصورت إنها بتحبك. عشان كده قلت الراجل لازم تتجوزه عايدة لازم أنطقه وأنضفه علشان يليق بالمقام. مهما كان وضيع أو حقير أو نهيئه ونزوقه. لكن للأسف طلعت ما بتحبكش. طلعت إنها بتغيظني أنا بيك. تغيظك أنت؟ أما نكتة. نكتة إيه يا بارد؟ يا تلب؟ إياك مش عارف ومش حاسس. يا مصطفى فندي، عايدة لا حبتني ولا حبتك. دي ما حبتش غير الواد ابن الخواجاية ولسه متيامة بيه. يوه، أنت مش فاهم حاجة أبداً. يمكن. لكن الخلاصة في الموضوع إننا نقدر نعمل لك خدمة العمر. خدمة إيه؟ عايدة. مالها؟ هتموت ونطلقها، وأنا ملوتها ونطلع حبايب عينيها. صح؟ صح. ما أنت ندل مقصر. يا أخي أنا عمري ما شفت راجل عنده ذرة نخوة أو رجولة يرضى يفرض نفسه على واحدة ما بتحبش ولا هيش طايقاه. ما بلاش أنت درش. باقي الكلام ده لغيرك. وعلى حد علمي حضرتك ده وقتها 7 دخات علشان تطلقها. نهايته. كمل كلامك. لو انت رحت لها وضمنت لها انك تقدر تجبرني نطلقها هتبقى انت بالنسبه لها البطل المنقذ. صح فعلا، لكن ازاي؟ انت عايز تفهمني ان انا ممكن اقنعك انك تطلقها؟
في اي وقت انت تحدده. صحيح، انت بتتكلم بجد بحق حقيقي؟ بدون ادنى شك. طب والمقابل؟ شوف انت بقى كلك نظر. انا هعفيك بالدين، هنسى ال 3000 جنيه وعليهم 4 علشان يكملوا 7. الأربعة دول 2 دلوقتي و2 بعد الطلاق، يبقى شرط صغنون قد كده اهو. مش مطلوب منك انت، مطلوب منها هي. خلاص يا سيلفي اتخنقت، حاسه ان انا وقعت في مصيده رهيبه، مفيش اي باب ممكن اخرج منه. عادي معلش استحملي، ما تنسيش انها غلطتك وبتدفعي ثمنها. دفعت كتير قوي، دفعت من حريتي وسعادتي وثقتي بنفسي، فقدت الانسان الوحيد اللي انا حبيته. ايدي انت لازم ترفعي قضيه طلاق. وعرض نفسي للبهدله في المحاكم الشرعيه؟ طب اسمي واسم عيلتي؟ وبعدين افرضي حتى ان انا رفعت قضيه طلاق، هيرفع هو قضيه طاعه، ساعتها بقى اعمل ايه؟ أنفذ الطاعة في بيت شرعي لو كان فوق سطح ولا بدروم، ولا أرفض واعتبروني ناشز. بقت بتيجي كتير عايدة دي، صاحبتها من زمان. مش هي دي برضو اللي دوخت بوتشي وسابته واتجوزت غيره؟ مفيش واحدة تقدر تدوخ بوتشي. ياه اتأخر قوي. مين فيهم؟ جوفاني ولا سينيور نيسي ولا بوتشي؟ ما تحاوليش تعملي قرشان. ها انت عارفه ان عندي ميعاد مع بوتشي. مش حقيقي، ادالك 100 ميعاد قبل كده ولا جاش. المره دي هيجي. بوتشي غضبان عليكي، مجروح، وانا عارفاه كويس، ما بينساش وما بيسامحش. انا طالعه اوضتي، لو جه ابعتيلي بلانش. بونانوتشي سيلفانا. بونانوتشي تونيا. لما اكتشفت حقيقه الزفت اللي اسمه عادل ده ووقعت وجالي الانهيار العصبي اللي قعدني شهر ونص في المستشفى، كان معايا كل يوم، افتكرت ساعتها انه فهم وسامحني، لكن بعد ما وقفت على رجلي اختفى وما لقيتهوش. ولما اصريت اعرف ايه السبب، قالي انه كان واقف معايا بس لاسباب انسانيه، وان مشاعره اللي كان شايلها لي جواه ماتت. مسكينه يا ايدي. كفاية كلام عني، طمنيني عنك انت، لسه الحرب بينك وبين السنيورة؟ لا، احنا في حالة هدنة مؤقتة بقالنا شوية كده. جوفاني انذارها لو ما بطلتش تعاملني وحش هيسيب لها السرايا دي وياخد لي سرايا اكبر منها ويجي يعيش معايا فيها. غالبا هو. ازيك يا بلانش؟ بونسوار. عايزة؟ ازيك يا باشا؟ وقفت ليه لما شفتيني؟ عايزة تمشي؟ بالعكس، أنا مبسوطة أوي إني شفتك. سكوزي سيدي رادل رادزي. سينيور بوتشي انا عاوزاك. بوتشي اتاخرت ليه؟ هو انا ما كنتش جاي من اصله، لولا خالي بتزع وطفي، قال اذا ما كنتش تلحق فرانشي ممكن تنتحر. انا قلت له كده فعلا، وانت عارف ان انا ما استحملش مقاطعتك ليا. كفايه عليك السينيور نسيم. تاني نسيم؟ ماله نسيم؟ عمل لك ايه؟ الا وانا ايه الجريمه اللي ارتكبتها عشان اتجوزت؟ صغرتيني قدام نفسي وقدام الناس. مجتمع اسكندريه كله ما كان له سيره غير سيره السنيوره دي لورينزي.
اللي اتجوزت عيل قد ابنها خلتيني اهرب من عينيهم، احس بيها مدبوبه في ظهري زي السكاكين. عشان متخلف، نصك الشرقي سيطر عليك وغلبك، افكار وتخاليط كرموز وبحري والمنشيه، ان الست لما تكبر في السن شويه خلاص تتحط في المخزن وخلاص ما تقدرش تعيش ولا تتمتع ولا تتجوز. لا 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 لا، الحكايه مش كده خالص. ما تحاوليش تدافع عن نفسك بالاسلوب ده، عندنا وعندكم بقت خلاص نغمه قديمه مستهلكه. انا مش محتاجه ادافع عن نفسي، انت اللي محتاج تفهم صح. انا لما اتجوزت نسيم ما اعتديتش على حق حد، انا استخدمت حق الطبيعي في اني اتجوز واعيش حياه طبيعيه. انا ما بنكرش حقك في الحياه الطبيعيه اللي انت عايزاها دي، انا معترض على الشخص نفسه، سنه صغير، انتهازيته، طمعه فيكي. انتهازيته؟ فين انتهازيته؟ امرتها ايه وطمعه فيا؟ دليله ايه؟ خد مني ايه نسيم وانا متجوزاه دلوقتي بقالي 20 شهر. مين بقى صاحب كرموزينيا بعد ما سبتها؟ انا وهو شركه. كنت هعمل ايه يعني بعد ما سبتني؟ كنت لازم الاقي مدير، وهلاقي فين واحد فاهم الشغل وامين عليا اكتر من جوزي. عندك فكره بعد ال 20 شهر دول القديس نسيم بقى رصيده كام في البنك؟ 150 الف جنيه مصري. افرض ارباح الشركه كتير قوي. طب انت شركته بالنص، ارباحك قد ايه؟ انا اكتر من ما تحاوليش تكذبي، لان انا عارف. السنه الاولانيه 20000 جنيه، الثمان شهور اللي فاتوا 15000 جنيه. جبت الكلام ده منين؟ ها تفانين مش اكتر. لا يا سينيور، دي ارقام من دفاتر الشركه، وانت عارفه متاكده انها صحيحه 100%. انا مدياله اذن يضرب في البورصه. ويمكن ده يفسر حسابه الكبير في البنك. انا ليا 3 سمسره في البورصه، بيجيبوا لي حركه البورصه يوم بيوم، مفيش سهم واحد باسم السينيور نسيم، مفيش غير ال 60 سهم اللي باسمك بتوع شركه صباغ البيضة. فليكن ده كله صح، المهم اي فلوس عند نسيم ما هيش مني، انا كل راس مالي وممتلكاتي كل اشياء عندي سليمه ما نقصتش. قد كده قدر يسيطر عليك ويغمى عينيكي. افرض بحبه ده يزعلك في ايه؟ ولا خايف ياخد اللي كنت هتورثه مني؟ انا كنت خايف فعلا تقولي كده، بس ما كنتش متصور ابدا انك ممكن تقولي. بوتشي معلش، انا كنت عايز اقعد معاك شويه بس الظروف ما تسمحش دلوقتي. ارفيدنتشي سينيورا، تصبح على خير يا عايده هاني. دي تصرفات انسان متحضر، انا لما اندهلك تقف مش هجريني وراك. شوفني عايزه ايه؟ ما انا عرفت خلاص عايزه ايه يا امي. يعني ايه خلاص؟ عايز تمشي؟ كرهتني وكرهت الدنيا من اللي فيها. جايز التوقيت ما كانش صح، الصدفه لعبت دور غريب قوي. جيت عشان اشوف في ليله واحده الاثنين اللي خانوني، اللي ضربوني في ظهري. تصبحوا على خير. انت السبب، خليتيه يفقد الثقه في كل الستات واولهم امه. ده حكم ظالم، انت بتعرفيش حكايتي مع بشر. انا لو حكيت بعدين بعدين بعدين، انا مش فاضيه لك دلوقتي. في يوم ابقى فاضيه ومزاجي رايق ساعتها ممكن اعزمك على الشاي وتقعدي تحكي لي حكايتك وتقولي لي اللي ما عرفوش عن علاقتك ببوتشي. عادي حبيبتي، ما كانش لازم تحاولي تشرحي لها اي حاجه وتديها فرصه انها تضايقك. اسمعتيهوش يا سيلفي، ده لسه بيتهمني بالخيانه، مش قادر يفهم ان انا بسببه لغايه دلوقتي وردت نفسي في مصيبه في وقعه مش عارف لها اخر. هيبان اخرها وهتطلعي من الكابوس الفظيع ده، بس انت اصبري ايدي، اوعي تيأسي. Thank you.
مسدس ده كده ليه؟ أنا ماسكة المسدس. أنا جرالي إيه؟ سلامتك يا حبيبتي. اللي حصل بره خلاكي رجعتي منهارة بالشكل ده؟ الشر عليك يا حبيبتي، ما تقوليش كده. امال اقول ايه؟ اعمل ايه؟ عارفه يا ماما انا ماسكه المسدس كنتش بفكر اني انتحر. انا كان نفسي اشوفه قدامي واضربه بالنار.